والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال مباشرة مع مصطفى ميزار. أهلا بك مصطفى، تفضل. شكرا نهى توفيق، وشكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني زيادة قدرة مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية في مصر على المدى القصير بنسبة 19.7% في العام الجاري 2022 لتصل إلى 4.5 جيجا وات. جاء ذلك خلال متابعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للتقارير الدولية المختلفة والتي تتناول هذا الشأن والشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتمامه. أشار التقرير إلى أنه من المتوقع في عام 2023 أن ترتفع قدرة مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية بنسبة 14.7% لتصل إلى 5.2 جيجا وات. كما يؤدي هذا إلى زيادة حصة وقدرة مصادر الطاقة المتجددة من 7.3% إلى 8.3% من إجمالي مزيج الطاقة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا على الدور الهام الذي تقوم به منطقة الشرق المتوسط في تأمين جانب مهم من احتياجات الطاقة العالمية المتنامية وأهمية الإسراع في تطوير وتنمية حقول واكتشافات الغاز بالمنطقة وتوفير كافة أشكال الدعم اللازمة لذلك، خاصة وأن هناك إطار تنظيمي يعمل على ذلك بتعاون وتنسيق بين الدول الأعضاء وهو منظمة منتدى غاز شرق المتوسط. لفت الملا خلال المباحثات مع وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهام على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ إلى أهمية ما تم إعلانه من مبادرات وما تم توقيعه من اتفاقيات تخص الهيدروجين الأخضر والطاقات الجديدة والمتجددة واعتماد التوازن في تحقيق التحول الطاقي لفترة انتقالية حتى تتمكن الطاقات الجديدة والمتجددة من الوفاء بكامل احتياجات الشعوب من الطاقة. إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، وارتفع فيها رأس المال السوقي ب 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 813.6 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر AGX 30 بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 12341 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 هو الآخر بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 2362 نقطة. هذا وقد صعد مؤشر EGX 100 هو الآخر بما نسبته 62% ليغلق عند مستوى 3450 نقطة. بحث وزير الخارجية الكوري بارك جين ونظيرته الفرنسية كاثرين لولونا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وقضايا الأمن الإقليمي الرئيسية بما في ذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وذلك خلال لقائهما على هامش القمة السنوية لمجموعة العشرين في إندونيسيا. اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن الاقتصادي وتعزيز الشراكات في نفس المجال وسط الشكوك المستمرة والمحيطة باضطرابات سلسة وسلسلة التوريد العالمية. نهى توفيق ودينا فكري في استقبال المزيد من الأخبار في نشرة التاسعة من جديد إليكم، وسنعود إليك بعد قليل. مصطفى شكرا جزيلا لك.